السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال سنة ستة. أنا بحبكم قوي يا ولاد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض 5 امتحانات. أنا بحبكم جدا، كبار صورة عليه جودة. ممكن تكون شريك معايا إن احنا نوصل الفيديو ده لزمايلك، إنك تعمل لايك للفيديو. أنت كده بطل وإيجابي وبتوصل الفيديو ده لزمايلك، ما تنساش اللايك. أنا بحبك جدا وعاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. حبايب قلبي كبروا الصورة علشان تشوفوا كل حاجة بوضوح. لو دي أول مرة تشوفني فياريت جدا إنك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان بعد كده إن شاء الله يوصلك إشعار بكل جديد أنا بقدمه. يا أبطال let's start. مش عاوز أكرر الكلام اللي أنا قلته قبل كده في الجزء الأول. أنت طبعا شفت الجزء الأول، وإنت ما شفتوش لا ارجع شوفه. الاساسيات بس انك بتحمل الملف وبتوقف الصوره وتجاوب، وبعد كده بترجع تكمل الفيديو وبتطابق اجابتك معايا. نبدا بالسؤال الاول، سؤال استماع نمبر 1. Where were you yesterday? I was at the supermarket. شكرا. نمبر 1 I was at the supermarket. ما سمعتش I was at school. خلاص. اوكي. Number 2. Where does your mother work? She works at school. Okay, she works at school. Number 3. What did she buy? She bought a bottle of water. She bought a bottle of water. What did she buy? Not what did he buy. What did she buy? And number 4. Are you hungry? No, I'm not. Are you hungry? Are you hungry? Okay. السؤال الثاني برضو سؤال listening. الأوبريتر بيكلم أحمد، فالأوبريتر بيقول This is 122. What's the emergency? Hello, there is something in my garden. There is something in my garden. برافو على الآل. هنكتب garden. G-A-R-D-E-N. Okay. Number 2. What do you think it is? What do you think it is? يبقى what? I think it is a wild animal. يبقى هكتب هنا animal زي ما أنا سمعت بالضبط. Okay, number 4. What's your name and address? يبقى هنا name. أحمد سامي 59 Street. هنيجي بعد كده على choose. We'd like to AU for our school newspaper. يبقى interview. We'd like to interview you. نريد أن نجري حوار معك. How did she AU the xylophone? طبعا الآلات الموسيقية بتاخد معها الverb play بمعنى يعزف. How did she play the xylophone? Our play was the طبعا أنا عندي تعبير اسمه The Hat of the Evening، الحدث الأكثر نجاحا في المساء. Everyone liked it. المسرحية كانت The Hat of the Evening. I can eat an orange. طيب البرتقانة يبقى peel هقشرها، مش drive، مش feel، مش meet. Peel an orange. Okay. And number 5. If she eat off her jacket she'll be cold. Okay. If مضارع مستقبل، المضارع بيقول take أو takes. she من أصحاب الاس if she takes. ما تنساش إن she من أصحاب الاس if she takes، لكن taking to take برا الموضوع. I was يا ترى إيه story؟ فريق الـ ING am وis وare was where. دول فريق الـ ING was موجودة. أجيب ING. I was reading a story. أنا كنت أقرأ قصة. When my father came. When قبلها ماضي مستمر. What was where will verb ing بعدها ماضي بسيط. What's going on in here؟ جملة كنا حفظناها على بعضها. What's going on in here؟ ماذا يحدث هنا؟ What's going on in here؟ I like. okay. الفعل like برضو بيجي بعده ing. I like playing. I like playing the trumpet. أحب أن أعزف على البوق.
but I don't practice enough. ولكن لا أتمرن بقدر كافي. الكلمة المختلفة heart قلب take show let أفعال بقى يأخذ يعرض يسمح. أشيل heart وأحط أي فعل يمشي مع take وshow let play أي فعل. روم لندن باريس كوفي أشيل كوفي كلهم عواصم ومدن كبرى أحط كايرو القاهرة تمشي مع روم لندن وباريس. نيو نيرمس نيفر كويك كلهم صفات إلا نيفر كويك سريع نيرمس ضخم نيو جديد حط أي صفة تول. ليفينج روم كاتشن مانث بيدروم كلهم في البيت إلا المانث أوكي okay. عايز مثلا أحط باثروم الحمام أو أحط جاردن الحديقة أي حاجة في البيت تمشي مع ليفينج روم وكاتشن بيدروم. بلين طيارة كار سيارة بس أتوبيس كلهم وسائل مواصلات أشيل في ميل أنثى وأحط مثلا بايك أو ترين. القطعة هي عبارة عن إيميل تو مصطفى at gmail.com مبعوث من from كريم at yahoo.com. الموضوع kindergarten دير مصطفى عزيزي مصطفى قول يا كريم انت عايز تقول ايه. How are you when you moved away لما انتقلت بعيدا. We were sad we miss you very much نفتقدك كثيرا. We saw Miss Noha yesterday شفنا Miss Noha امبارح. She was a work kindergarten teacher. She invited us دعتنا to her house. We had lunch there تغدينا هناك. She showed us some old photos ورتنا صور قديمة of our class. When you were little لما انت كنت صغيرة مصطفى. You were very thin كنت رفيع جدا. I was very happy to see those pictures كنت مبسوط قوي وانا بشوف الصور دي. Please من فضلك write soon اكتب لي قريبا. Yours صديقك كريم. نهى is a ما شاء الله ما شاء الله. نهى اللي هي المس. نهى is a teacher لما قال لي مس نهى مس نهى كي يبقى نهى is a teacher. The teacher showed them some old photos ورتهم صور قديمة. Who sent that email كريم sent that email. When did they see their teacher هم شافوا التيتشر امتى. Yesterday they saw their teacher شافوا teacher yesterday. وتعالى على الباراجراف a pilot الطيار. My father بابايا is a pilot طيار. He never flies a plane هو عمره ما بيطير الطيارة by himself بنفسه. طيب ايه he has a co-pilot او he always has a co-pilot عنده مساعد طيار. He has an overseas flight عنده رحلة جوية خارج البلاد. Once a month مرة في الشهر. He likes بيحب his job. He works بيعمل in an airport بيعمل في مطار. I want to be أريد أن أكون a pilot طيار like my father زي بابايا. هنيجي على الترتيب. Did do what Nabil Monday last طبعا last Monday في الآخر ما تفكرش فيها. أداة استفهام what الفعل المساعد did what did الفاعل نبيل وبعد كده do what did نبيل do ماذا فعل نبيل last Monday الاثنين الماضي. Visited منى yesterday أسوان منى visited منى زارت زارت أسوان yesterday منى visited أسوان yesterday. Did you ever fly abroad هبة عمرك خدت طيارة طلعتي أو ركبت طيارة برا البلاد يا هبة الدي كابيتال يا معمولة هبة الاتش كابيتال وعلامة الاستفهام موجودة.
What's your address, Mona? ما عنوانك يا منى؟ ال W capital موجود في هنا apostrophe. What's ويبقى في الآخر عندي question mark، يعني أنا بسألها بقولها What's your address, Mona؟ وهيا بنا يا أبطال test 7 الامتحان السابع. نص الاستماع بيقول Do you think it's going to rain? Yes, I think so. Yes, I think so. Number 2. What could you do? I could throw a ball. I could throw the ball. Okay. Number 3. How was the school concert? It was great. How was the school concert? Number 4. Who played the recorder? Susan did. Who played the recorder? السؤال الثاني. Where are you from? From. الكلمة الناقصة from. I'm from Italy. What's the capital of Italy? Capital. لازم أكون حافظ حبيب قلبي. لازم أكون حافظ capital. طيب. It's Rome. Rome. It's Rome. What have you enjoyed most in Egypt? I enjoyed visiting the pyramids. Okay, هنا pyramids. شكرا نص الاستماع. بعد كده عندك I can't in this chair. It's heavy. تقيل. أنا ما أقدرش إن أنا أرفع lift. I can't lift. Lift يرفع. مش sell. مش leave. مش buy. Pandas eat. دبب البندة بتاكل bamboo. I was in Alexandria 8 weeks. أنا كنت في اسكندرية لمدة 4. بيجي بعدها مدة 4 2 weeks. I can eat an orange. عملنا واحدة زيها peel. I can peel. أقدر أقشر البرتقانة. مش play. مش drink. مش make. She was cooking. قاعدة when. قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط. Walked. She was cooking. كانت بتطبخ. When a giraffe walked by. They are من فريق الـ ING sending. They are sending an officer for help. فريق الـ ING am with or was where. He is playing the tuba. هو بيعزف على التوبا. Quietly. أنا محتاج ظرف. Adverb. Rodina sang by herself. Rodina غنت بنفسها. She was the soloist. كانت المنفردة. Good. Well. Slowly. Quietly. صفة. ظرف. أشيل الصفة. Okay. أنا محتاج sadly. أي ظرف. أي adverb. Apple. Carrot. Ruler. بنانا. فكها. مسطرة فكها. شيل ruler. وحط orange. برتقانة. History, music, art, nervous. تاريخ, موسيقى, رسم, متوتر, مادة. شيل nervous وحط مثلا English. Camera, TV, animal, computer. جهاز, حيوان, جهاز. شيل animal وحط مثلا phone أو radio. Flute, cinema, harp, cymbals. آلات موسيقية ما عدا السينما. وحط مثلا جيتار. اي آلة. فلوت. ريكوردر. هارب. لا هارب لا موجودة. تشيلو. اي آلة موسيقية بس مش موجودة. سليم is an old man. He has a small boat. عنده مركب صغير. He works at the sea. بيعمل في البحر. Every day, كل يوم, he gets up at 5 a.m. بيصحى الساعة 5 and goes to the sea. بيذهب إلى البحر. He takes his boat. بياخد المركب and catches fish. وبيبدأ يصطاد السمك. Then he goes to the market to sell his fish. وبعد كده يروح السوق يبيع السمك. On Fridays, وأيام الجمعة, he doesn't go to the sea. He stays at home with his children, رحمة and ملك. His wife makes cakes for dessert. وزوجته تعد الكيك علشان يحلو بي يوم جمعة. Okay. سليم sells a fish. بيبيع السمك. سليم has عنده كم children. عنده 2. رحمة وملك. 2 children. When does سليم get up. بيصحى امتى.
He gets up at 5 a.m. بيصحى الساعة 5. نكتب دي هنا. When is Salim's holiday? متى أجازة سليم؟ It's on Fridays. إنها في أيام الجمعة. Okay, it's on Fridays. طلب مني إيميل. Write an email to your friend علي. اكتب إيميل لعلي. To tell him about your family. عن أسرتك يعني السبجكت هيكون my family. Your name is معاز. Your email address is معاز@gmail.com. Your friend's email address is علي@gmail.com. To إلى صديقي علي@gmail.com. From من إيميله هو معاز@gmail.com. السبجكت موضوع الإيميل my بعد about my family أسرتي. قل له بعد كده dear عزيزي علي. dear علي how are you كيف حالك. I want to tell you about أريد أن أخبرك عن. My family أسرتي. My father بابايا is a doctor. He works بيعمل in a hospital. My mother مامتي is a teacher. She teaches English. She teaches English. I have two brothers. أنا عندي أخين. I have one sister. وعندي أخت. Yours صديقك وأمضي اسمي معاز. Okay. ده الايه الايميل. الترتيب up the or cleaning we room we are cleaning up. احنا بننظف the room الغرفة. We're cleaning up the room. وطبعا قلت في الفيديو الاول ما تعملش ارقام اكتب في النقط. انا بس علشان وقت الفيديو. Watching mom your was the news was your mom. Watching the news was your mom watching the news. She visited Paris last January. الاس كابيتال موجود. طيب January شهر اول حرف في الشهور بيكون كابيتال. طيب في الاخر فول ستوب موجوده. طيب Paris باريس مدينه واول حرف في المدن كابيتال البي كابيتال. My brother doesn't live in Tanta. ابدأ الجملة بحرف capital my. Brother doesn't الأبوستروفي موجودة وتانتا موجودة تي ففي الآخر اعمل full stop. انت ما بتسألش انت بتقول معلومة. الامتحان رقم 8. طيب الامتحان رقم 8 الاستماع بيقول Can you build a sand castle? No I can't. Number 2. How long were you there? I was there for 7 days. I was there for 7 days. Number 3. Are you sad? Yes, I am. Are you sad? Number 4. What was running by? A tiger. اللي كان بيجري بجوارك. نمر. What was running by? استمع تاني. Hello, Captain Morwa. Can I ask you a few questions? Ask A-S-K. Hello, Umar. Sure you can. Do you ever fly abroad? Fly. Yes, I have an overseas flight once a month. Flight. F-L-I-G-H-T. Do you fly the plane by yourself? No. I always have a co-pilot. Co-pilot.
I went to the يا ترى إيه to have lunch علشان أتناول الغداء أكيد هروح الريستورانت المطعم. Pandas can eat trees طبعا طبعا climb trees. I can blow a bubble. I called emergency and they are sending an أنا اتصلت بالطوارئ وهيبعتوا officer ضابط. طيب we ate a prize last year. He won. ليه won؟ لأن أنا بقول last year ماضي. السنة اللي فاتت بشتغل ماضي أقول فازة. Why a people visit the pyramids؟ عندك فعل في المصدر. أكيد يعني مش are. وده جمع فأكيد مش is لأن are و is أصلا فريق الـ ing. طيب people جمع. الجمع مش من أصحاب الاسم. تقولش does. Do. Why do people visit the pyramids؟ If you take off your jacket, if مضارع مستقبل يبقى you will be. طيب ليه مش will؟ ما فيش حاجة اسمها will cold. Will والمصدر مش will وصفة. You will be cold هتكون بردان. نبيل cooks breakfast by himself بيطبخ الفطار بنفسه. طيب عندك الكلمة المختلفة will جيدا ده ظرف. harp قيثارة trumpet tuba آلات موسيقية شيل will وحط آلة موسيقية حط cello. boat اشترى فعل ماضي كان يستطيع wanted أرادة cleaned نظفها شيل كان وحط فعل ماضي زيهم يبقوا كلهم أفعال ماضية حط مثلا walked مشى. Paris, Tokyo, Saturday, London, شيل Saturday وعندك مدن حط معاهم روما. Bill, جرس school مدرسة مكان hospital مستشفى مكان park حديقة مكان شيل Bill وحط zoo. Front الأمام أو المقدمة eagle نسر behind خلف next to بجوار شيل ايجو وحط مثلا نير قريب من يبقى كلهم لهم علاقة بالمكان. القطعة علي and his family علي وأسرته visited جيزة زو زاروا حديقة الحيوانات في الجيزة last Friday الجمعة الماضية. They saw the black bear شافوا الدب الأسود. Black bears are very big animals الدبب السوداء حيوانات كبيرة جدا. A baby black bear البيبي منهم weighs بيزن about 8 to 16 ounces من 8 ل 16 أوقية. Adult black bears الكبار بقى can weigh about بيزنوا من 135 to 350 pounds 135 ل 350 رطلة. They eat everything بيأكلوا كل حاجة vegetables fruits nuts leaves fish and meat. علي gave the bear some carrots. علي أعطى الدببة بعض الجزر. Black bears do not like hot weather. الدببة السوداء ما بتحبش الطقس الحار. They like swimming. بيحبوا السباحة. علي gave the bears some. أعطى الدببة. علي أعطى الدببة بعض الإيه to eat. طبعا carrots الجزر. Baby black bears or even adult black bears أكيد أكيد lighter أخف مش هتبقوا أتقل ولا أدخن ولا أكبر البيبي أخف. When did علي go to the zoo؟ إمتى علي راح الزو؟ Last Friday علي went أو علي visited the zoo last Friday. What don't black bears like؟ طب هما ما بيحبوش ايه؟ Black bears don't like hot weather ما بيحبوش الطقس الحار. No, number 4 ايميل برضو. Write an email to your friend هدى to tell her about your visit to your uncle's farm last Friday احكي لها عن زيارتك لمزرعة عمك الجمعة اللي فاتت. Your name is Amira. اسمك أميرة. Your email address is amira@gmail.com. Your friend's email address is hoda@gmail.com. To إلى صديقتي. صديقتي. hoda@gmail.com. From من
ايميلي انا اوكي اللي هو amira@gmail.com. سبجكت الموضوع، موضوع الايميل my visit، زيارتي to my uncle's farm، ما او my uncle's farm، مزرعة عمي. dear عزيزتي هدى، how are you، كيف حالك. I want to tell you about، اريد ان اخبرك عن my visit، زيارتي to my uncle's farm، لمزرعة عمي. I went to the farm، انا رحت المزرعة. هو قال لك last Friday، خلاص يبقى last Friday، انا رحت المزرعة الجمعة اللي فاتت last Friday. I went there، انا رحت هناك with my family، مع أسرتي. I saw many animals، أنا شفت حيوانات كتير. I liked the sheep، أنا حبيت الخروف. I fed the animals، أنا أطعمت الحيوانات. I helped، أنا ساعدت my uncle، عمي، on the farm، في المزرعة. في كلام كتير قوي يتقال، المهم yours، صديقتك، أو love، أم دي اسمي اللي هو الدهولي، أميرة. الترتيب performance، we، spring، gave، our، yesterday، yesterday ما تفكرش فيها دلوقتي، أي زمن في الآخر. we gave، ألقينا وأدينا our spring performance، عرض الربيع، yesterday. want help do some you، do you want، هل تريد some help، بعض المساعدة. do you want some help، do you want some help. when she was little she couldn't count to 10، ابدأ بالكابيتال لتر W واعمل هنا full stop. Let's talk to نبيل، يلا نكلم نبيل. ال capital معمولة في هنا apostrophe، وبعد كده ال N capital بتاعت نبيل. اوكي لستم الامتحان number 9، امتحان رقم 9، امتحان رقم 9. Number one, what are you doing؟ I'm helping my dad، I'm helping my dad. Number two, why do you want to be a vet؟ Because I like animals، because I like animals. Number three, is he the soloist in the chorus؟ Is he the soloist of the chorus؟ Yes he is. Is he the soloist of the chorus؟ هل هو المنفرد بتاع الفريق ده؟ آه هو. Number four, when did Sarah clean the room؟ She cleans the room in the morning. When did Sarah clean the room؟ طيب listening التاني بين رنا ونورين. رنا بتقول what do you know about the gorilla؟ What do you know about the gorilla؟ G-O-R-I-L-L-A. It's a giant animal، giant، giant animal. What does it look like؟ It looks like the monkey. Where does it live؟ Where does it live؟ It lives in Africa، Africa. Number 3، they were، where من فريق ing، am، was، or، was، were، أو feeding. when they ate little they moved to Alexandria، عندما كانوا صغارا انتقلوا إلى الإسكندرية. they were.
He played the flute. عاوز ظرف. He played the flute quickly. Where were they? الأيام بتاخد حرف الجر. On Friday. Where were they on Friday? It's so heavy. I can't eat it by myself. I can't lift it by myself. I ate my homework yesterday. أنا إيه واجبي امبارح؟ نسيت الواجب. Forgot. I could eat the alphabet when I was 8. I could eat the alphabet when I was 8. طبعا. I could say the alphabet. يقول حروف الهجاء. She can eat vegetables. الخضروات. A ketchup. هنقطع. Okay. See, spell, catch, beach. كلهم أفعال إلا beach. حط مكانها الفعل peel. يقشر. Officer ضابط. وظيفة. Street شارع مش وظيفة. Pilot طيار. Engineer مهندس. Shield street وحط vet أو chef أو teacher أو doctor أو أي وظيفة مش موجودة. Winter, spring, soloist, fall. كلهم فصول إلا soloist. الشتاء الربيع الخريف. حط summer الصيف. Himself, itself, them, herself. Shield them وحط myself. Electric keyboard الأورج البيانو الكهربائي. آلة موسيقية. Harp القيثارة. Cello. Plane شيل plane وحط flute آلة موسيقية. القطعة. May wasn't in a good mood. ما كانتش في المود last Tuesday التلات اللي فات. She went to bed late. راحت تنام متأخر. She was late for the school. فكانت متأخرة على المدرسة. She forgot her math book. نسيت واجب الرياضيات بتاعها. She also lost her favorite pen. وفقدت قلمها الرصاص. قلمها الجاف المفضل. كده ما ايه كل المشاكل كده في يوم واحد. She was looking for it under the desk. فكانت بتدور عليه تحت الديسك. But she couldn't find it. بس ما لقيتوش. At the break she slept in the class. فنامت في الفسحة. And she fell off. أو هير تشير. وقعت من فوق كرسي. Her friends loved that hair. أصحابها ضحكوا عليها. She was impressed. فكانت مرتبكة. May was a for the school late. كانت late متأخرة. May was looking for her favorite pen. كانت بتدور على الفavorite pen بتاعها. القلم الجاف المفضل بتاعها. Why was May late for school? ليه ماي كانت late متأخرة على المدرسة؟ Because she went to bed late. لأنها راحت تنام متأخر. هنا نكتب number 3. What did May forget? هي ماي نسيت إيه؟ She forgot her math book. فقدت كتاب. نسيت forgot. نسيت كتاب الرياضيات. نسيته. 4. الإيميل. Write an email to your friend Ihab. اكتب إيميل لإيهاب. To tell him about your teachers at school. تتكلم على المدرسين اللي في المدرسة. Your name is Mazen. اسمك Mazen علشان تيجي تمضي تحت يا Mazen. Your email address is mazen@yahoo.com. يبقى from من وانا فاكر كده Mazen. @yahoo.com. Your friend's email address وإيميل صاحبك بقى إيهاب at yahoo.com. يبقى تو إلى إيهاب at yahoo.com. طيب إيه السبجكت الموضوع؟ موضوع الإيميل عن إيه؟ Your teachers at school. يبقى my teachers المدرسين بتوعي. Dear عزيزي إيهاب. How are you? كيف حالك؟ إزيك أخبارك إيه؟ I hope. أنا أتمنى. You are fine. أنك بخير. My teachers at school. أساتذتي في المدرسة are very kind. طيبين جدا. They are helpful. متعاونين. They help me. بيساعدوني. Study address
and understand وافهم. They give me بيعطوني presents هدايا. They teach بيدرسوا well جيدا بطريقة جيدة. I like them أنا بحبهم. Yours صديقك وامضي اسمي مازن. الترتيب August I Alexandria to and went I went to أنا ذهبت إلى Alexandria إمتى؟ In August. Ask a few good questions. Could we? هل يمكننا؟ Ask you أن نسألك a few questions. أسئلة قليلة. Could we ask you a few questions? No, he didn't go to school. بعد yes or no في كما. وهنا في full stop. Will هدى go to Aswan? الدبليو تبقى كابيتال وإيه أسوان كابيتال مدينة أول حرف في المدن كابيتال ويلا يا جميل آخر تيست آخر امتحان نص الاستماع number one could you swim no I couldn't no I couldn't number two What should I do? You should stay calm. You should stay calm. Number three. What was she doing? She was playing computer games. What was she doing? Number four. Do you ever skip lunch? No, I don't. Do you ever skip lunch? تعال على listening. Hi Ahmed, what are you doing? Okay, doing. I'm helping Mr. Zaki clean up the library. هنا clean. Can I help you? هنا help. Sure, you can put away these books. Okay, thanks for your help. هنا thanks. I went to Luxor. أنا رحت Luxor in November. الشهور تاخد in. What were you doing? كنت بتعمل إيه? When the camel walked by. What's going on in here? What's going? ماذا يحدث هنا? اسمع كده. What's going on in here? Is he a wild animal? Is بتكلم على مفرد. Is that? Is that a wild animal? طيب I'm a off my jacket. I'm taking off my jacket. Take off. يخلع. I a lot of mistakes. I made. You know, make a mistake يرتكب خطأ. والماضي made. I made a lot of mistakes when I did my homework. The chorus sang very well. In the school. الكورس غنوا في الاسكول. طبعا هيغني في الاسكول كونسرت. الحفلة. He doesn't practice enough. هو ما بيتمرنش بقدر كافي. So he plays the cello. فعلشان كده بيعزف badly. بطريقة سيئة. ما انت ما بتتمرنش. Garden, home, coal, zoo. كلهم اماكن الا coal. حط مكانها school. They, she, myself, he. ضمائر فاعل ولكن myself ضمير منعكس. احط مكانها I. Cookies, watch, help, make. كلهم أفعال. شيل cookies. وحط الفعل play. Ready, صفة. Sad, حزين, صفة. Happy, سعيد, صفة. شيل cello. ألا موسيقي. وحط الصفة مثلا nervous, متوتر. Captain, قبطان. Play, يلعب أو يعزف. Pilot, طيار. Nurse, ممرضة. وظائف. شيل play. وحط مثلا vet. I'm Rami. I'm in grade 6. أنا في سنة 6. I like music very much. بحب الموسيقى كتير.
I can play the xylophone. بعزف على الاكسيليفون. I play it well. أنا بعزف كويس. My friend Nabil can play the flute. صديقي نبيل يعزف على الناي. He plays it sadly. بيعزف عليه بطريقة حزينة. Last week was our winter performance. الأسبوع الماضي كان عرض الشتاء. The students gave their winter performance happily. الطلاب أدوا عرض الشتاء بسعادة. After the performance, بعد العرض, the school had a pizza party. المدرسة أقامت حفلة بيتزا for the students, للطلاب, their families, أسر الطلاب, and the teachers, والمدرسين. هو رامي كان play the xylophone إيه؟ Okay. فرامي قال I can play the xylophone. I play it well. يبقى رامي can play the xylophone well. The school had a party. طب المدرسة أقامت حفلة إيه؟ والله the school had a pizza party. يبقى أقول له هنا بيتزا. What can Nabil do? هو نبيل يقدر يعمل إيه؟ My friend Nabil can play the flute. Can play the flute. He can play the flute. He can play the flute. يقدر يعزف على الناي. How did the students give their winter performance? إزاي الطلاب أدوا عرض الشتاء؟ أدوا إزاي؟ نيجي هنا وندور. The students gave their winter performance happily. هنا الإجابة. هاخد الإجابة هلا بلا واكتبها number 4. Paragraph على pandas. عملناه قبل كده. Okay. Pandas. دباب البندالف بتعيش in the mountains. في الجبال. Of China. بتاعة الصين. C capital. They eat بيأكلوا بامبو. They don't hibernate. ما بيدخلوش بيات شتوي. They are endangered. هما معرضين لخطر الانقراض. They can walk and run. بيقدروا يمشوا ويجروا on four legs على أربع أرجل. They can swim. بيقدروا يعوموا and climb trees ويتسلقوا الأشجار. They are giant animals. هم حيوانات عملاقة. طيب تعالى ننتقل للسؤال السابع. Musical favorite your is instrument what is your favorite musical instrument ايه آلتك الموسيقية المفضلة interview you would we like to we would like to نحن نود أن interview you no they weren't at home الان كابيتال ونعمل هنا apostrophe You play tennis well, Hani. أنت بتعزف على التنس كويس أوي, Hani. الواي كابيتال. Play عادية, التنس عادية, well عادية. الكاما موجودة, Hani موجودة. الاتش اعمل فول ستوب في الآخر. عارف دي لو كانت Do you play tennis well, Hani؟ كنا عملنا علامة استفهام. لكن هنا جملة عادي, statement, جملة خبرية عادية. هنعمل فول ستوب في الآخر. وضح الفول ستوب. وقول للحلوين اللي اتفرجوا على الفيديو ثانك يو شكرا ثانك يو فور واتشينج شكرا للمشاهده ما تنسوش اللايك الجميله منكم عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات بحبكم جدا ونلتقي قريبا جدا ان شاء الله في فيديو جديد بحبكم سلام جود باي